السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ملك، معاكم جاني اربط الاحزمه مع دوار بجو. اربطوا الاحزمه يا جماعه. النهارده نعمل تحدي اكل ثلاث بصلات، كل واحد يا جماعه هياكل البصله بتاعته، واللي هياكلها بسرعه هياخد كام؟ 50 جنيه. قشطه عليك يا معلم. لا انا عادي، لا انا هتصل ايه هظبطها، ما تخافوش. ثواني، يلا ثواني. بص يا جماعه، تحدي اكل البصل يا شباب، واللي هيفوز هياخد 50 جنيه حقيقيه. ماشي؟ مش ضحك على الدور. يلا هقول 3. لا استني، هقول 3 2 1. استني انت. يلا هقول 3 2 1، نبدا في الاكل. ماشي؟ اسرع واحد يا جماعه هياكل البصل. لو منكم ماخدش 50 جنيه، ماخدش البصل. لا هي 100 جنيه. ماشي، هديكي 100 جنيه. يلا قول والله. والله هديكي 100 جنيه. يلا اصل استنى، ما تبوظيش بقى الفيديو يا جدع. هنعد 3. قشطه؟ مستعدين؟ مستعدين ولا مش مستعدين؟ مستعدين. كل واحد معاه 3 كوبايات ميه، الكوبايه اللي هتخلص مش هياخد 2 كوبايات ميه. تمام، امسكوا بس البصل كده وهنعد ايه؟ 3 2 1. يلا. من اللحمه يا جماعه حرق جدا. ايه مالك؟ يلا يا مالك، سيبك بقى من الوعي يا مالك بسرعه. تحدي قاسي جدا على فكره. بصوا للكاميرا، بصوا للكاميرا وبيعتم. وريك، ورينهم وانت بتاكل. لا انت بتخمي يا جنة صح؟ فين بقيتها؟ في بقك؟ زغمت بقها بالبصل وبتشرب وراها ميه. تالت نص بقى واحد. يا لهوي يا لهوي على عيني. والله زغمت بقها نص بقى نصها. كملي، برافو. رجع. جنة الكسبانة. لسه يا ماما. يا نهار اسود. نرجع. واحدة واحدة واحدة. يا مش قادر فعلا. الله. جان ملك، انت بتخمي يا ملك. تلمتي حاجه تحت، بتقعدي يا ملك زي هنا يا ملك. ملك. وقعت منها. لا بتلف تحت، اطلع بره المسابقه يا ملك، اطلع بره المسابقه. لا. بتعمل ازاي؟ بصي. فظيع. بصوا للكاميرا، بصوا للكاميرا. بصوا يا جماعه، اوريكم عينيهم عامله ازاي. بصوا للكاميرا، بصوا عينيهم عامله ازاي. بصوا الدموع. بصوا جنة، بصوا يا جنة، جنة. بص يا جد، بص يا ملك، بص يا ملك. والله حقيقي كلمتها. انا قربت اخلص. لا والله باين. بصوا هعمل لكم زوم عليهم. انت خلصت يا جنة؟ بصوا، مش انا ما شربتش ميه. بصوا وشهم. اهو بياكلوها اهو. بصوا الطبق خلاص، الطبق فاضي فيجي تاني. وريني ايه، خلصت؟ اهو انا خلصت الاول. انا خلصت يا ماما معاك اهو، انا خلصت. لا والله يا عم. الصح المركز الاول ياخد 50 60. لا 100. ايه يا بابا؟ زعلانه ان هي خسرت وما خدتش فلوس. لا حقتهم الاثنين بصراحه ياخدوا 50. خلاص انا بص خلاص هديك. بص خلاص. بصوا كل واحده هتاخد 50 جنيه. ايه رايكم؟ يلا 100 يا عم.
عندي. لا 100 يا عم. المركز الاول هياخد 100. بس البت كانها ما تاثرتش زي مرة. ده كويس. انا هعملها بص بقى تحت عليكم خليتكم تاكلوا خليتكم تاكلوا بصل عشان تناموا. هات يا عم. تحب تقول حاجه في اخر الفيديو؟ مش عايز اعملوا لايك واعمل كل التحدي ده كل مره. بص عينيها. بص ثواني يا جد. بص لي يا جد كده وريني عينيك. بص للكاميرا يا لهوي. بص منك 150 جنيه. واستنونا يا جماعه في تحديات قادمه. تحبي تقولي حاجه يا ملوكه يا عسل بعد ال 150 جنيه اللي انت خدتيها ديت؟ ها ايه؟ اعمل لايك وشوف عمر البت بتبردل وموتنا في يخرب بيت فعلك. ايه يا بنتي؟ رد عليا رد عليا. انت عامله كده ليه؟ رد عليا. ايه ايه؟ انا هو اشرب. لا والله. طب يلا في نهايه الفيديو هنقول ايه؟ ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك. انا بتوصل 200 لايك. عملوا تحدي ده كل يوم الله يخليك. يلا باي. البنت بترجع جوه.